تصوره؟ اكيد يا مامي كل ده اتصور. انت مفضوح، ما احنا مفضوحين، احنا على الهوا ومش هنعرف نلغي رحلتنا. احنا عند انيجما النهارده وبنعمل برنامج ايه؟ اتنين في رمضان. اتنين في رمضان اسمه كده؟ اسمه كده اتغير. ما هو اتنين واحنا في رمضان دلوقتي. دي صاحبتي الانتيم، احنا نعرف بعض من واحنا عندنا 7 سنين ولا 6 سنين؟ 7 فاكر ولا لا؟ فاكره اتقابلنا فين وازاي؟ في المدرسه. فاكره اول سفريه سافرناها مع بعض كانت لفين وامتى؟ كان 98. كانت سفريه مرعبه. انا كنت مفروض كان عندي تيكت راحه UCLA ولغيت. المهم رحت وكلمتها قالت لي هجيلك، حجزت في هوستل وكنا بنروح شوبينج بقى اكننا محرومين ونخرج ونروح حتت كتير. المهم خلصنا كل الفلوس جايين ندفع، كنا بندفع بكارد، واقفين كارد ما فيهوش فلوس. صعبنا على واحد كان واقف ورانا ايطالي اسمه ميمو، قال انا هدفع لكم. وانا تاني يوم كانت ده اول يوم يو هاف تو باي ديلي، يعني هو أيوة ما ينفعش تدفعي مقدم. انا رحت الصبح كانت منى لسه نايمه، رحت كنت طلبت مامتي قلت لها تحول لنا فلوس. انا كنت نايمه وبعدين صحيت من النوم على باب الاوضه اللي احنا قاعدين فيها بيتفتح عليا رزع كده 5 دقايق تبقي بره الاوضه والهوستل دي كلها. احنا اصلا كل واحد كان جايب شنطه سفر واحده، هو اوريدي مليانه، فاحنا في كياس وشنطتين سفر مليانين برضو. وجمانة مش في الاوضه، مش في السرير بتاعها جنبي، وانا مش عارفه ازاي هلم الحاجات دي وهروح فين وهي فين. وما كانش في موبايلات، صح؟ كانش لسه في موبايل، يا ده احنا قدام قوي. ابتديت الم الحاجات دي بسرعه على منظري قاعده على الرصيف. انا مش عايزه اروح في حته، ما انا مش عارفه هي فين، مش عايزين نتوه من بعض. جيت بقى انا باجره عربيه كوبيه ومعايا ايوه دي بقى مسكتني طبعا تهزيق تهزيق تهزيق. موقف ما تنساهوليش، ما هو بقى نفس الموقف. هو ده ما انساهولكيش ولا في موقف تاني؟ لا. طب اخر مره اتخانقنا كانت امتى وعلى ايه؟ هي دي علاقه غريبه قوي. عمرنا ما اتخانقنا عمرنا ما اتضايقنا من بعض. اغرب رد فعل شفتيه مني في موقف؟ هي منى اي لو قاعده في عادي في قاعده وموقف ضايقها ممكن تلاقي قامت ومشيت عادي، ما بتشرحش ان انا اتضايقت وبتاع، يعني مش مني انا، من موقف. في اي موقف هي بتتخض من رد فعلي، فبتروح قايمه وماشيه بقاش طب ايه استني طب ايه. لا احلى رمضان فطرناه مع بعض فاكره كان فين؟ في الساحل. فاكره كان حلو ازاي؟ كان يجنن. طيب اكتر حاجه بتضايقني في العزومات؟ الاطفال. ايوه بالنسبه لك ممكن. أيوة. الاطفال صح؟ صح. انا ايه بقى؟ عزومات انت بتعمليها ولا عزومات بتروحيها عموما بقى ولا ايه يا جماعه؟ هي ليه بتسالني كان انا اللي معده هذا البرنامج؟ ما بتحبيش الدوشه قوي، تحبي تقعدي تبقي تتكلمي بقى. عزومات صغيره كده. رمضان كويز. اول مسلسل عملته في رمضان كان اسمه ايه؟ ليالي حلميه. غلط. ضوء الشارد. غلط. خلاص مش عايزين محاولات تانية. انا عارفه انك مش هتجيبيه على فكره. اذكري 3 اسماء فوازير لشريهان. شريهان حاجات ومحتاجات. ايوه. حول العالم. برافو عليكي. عروسة البحور. برافو. اذكري 3 اسماء برامج اطفال رمضانيه. دي سهله بقى. بكار، بوجي وطمطم، سندباد. ايوه برافو. ما هو اسم المسلسل الرمضاني الذي جسد من خلاله النجم الراحل نور الشريف شخصيه مدرس ثانوي؟ الدالي، لن اعيش في جلباب ابي، حضره المتهم ابي، ما تخافوش. لن اعيش في جلباب ابي. اكيد مش لن اعيش في جلباب ابي. حضره خفوش. المتهم ابي. هم المدرسين بيتهموهم ده؟ لا. صح ولا لا؟ مدرسين بيتهمون بايه؟ دايما عليهم مشاكل وكده المدرسين. طب صح، دول اغلب ناس فعلا. حضره المتهم قبل. رمضان بتتفرجي على ايه السنه دي؟ بتفرج على مسلسل الاختيار، قاهره كابل. ما بتتفرجيش على نفسك؟ مش عايزه اقول يعني، بس بتفرج على نفسي حاليا. ايه اكتر حاجه شدتك كمشاهده في لعبه نيوتن؟ لعبه نيوتن انا بتفرج جسمي، انا دلوقتي وانا بحكي جسمي مقشعر، يعني اكني انا اللي في الدور. انت في سين انا ما شفته حسيت لا دي منى، السين اللي هو ما كنت مجروحه من حازم
وقعدتي سجلتي مسجز كلها مشاعر وفجأة فوقتي وكرامتك روحتي لغية كل ده وعملتي نفسك عادية ومش موجوعة في الوقت ده. ده الوقت بتاع الترانسفورميشن، حد مهزوز مش عارف ايه وكده، لحد بيحاول يدور على نفسه ويقوي نفسه. طب انت كنت فاكرة المسلسل لعبة نيوتن هينجح بالشكل ده؟ لا اكيد. طب ايه اكتر حاجة كرهتيها في كاركتر هانا؟ انا كان عندي مشكلتي الحقيقية هو ان انا هي مش قريبة مني، وانا لو قابلت ناس في الحياة كده ببقى عايزة امسكها كده وارجها كده واديها كده شوية واقول لها انت تقدري بلاش هبل واسلوبي نفسك كده. طب ايه اصعب مشهد صورتي؟ الولادة اكيد، السيكونس مش بس الولادة، يعني when my water broke لغاية بقى ده كان very difficult. اصلا فكرة الانكزايتي، you know I have issues with anxiety، ففكرة ان انا اقعد ريوز ات من نفسي في الشخصيه طول الوقت ده واز امبرسيف قوي. طب لو انتي صاحبه هانا ان ريل لايف يعني اللي في المسلسل، كنت هتنصحيها بايه؟ هي تسمع نفسها، to listen to her heart. ليه ده الناس عماله تشتمها انها بتلسن؟ لا she's not عشان بس يا جماعه نسيت اقول لكم صاحبتي الخطيره دي بتشتغل ايه. هي دارسه طب بديل ولايف كوتشنج كمان، وفخوره بيها لان انا اصلا بعالج ولادي عندها وبودي بنتي المراهقه عندها كلايف كوتش، وهي بتعالجني طبعا طول الوقت. عايزه اسالها بقى السؤال اللي هو بتاع السيشنز بتاعتك، بتعرفي تعمليها قبل الفطار ولا ممكن يعني لازم تبقى بعد الفطار؟ نو واي، ببقى مركزة أكتر قبل الفطار actually. وده